السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم إخواني النحالين. بعد الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وردني سؤال قبل لحظات أو قبل العصر بفترة زمنية من أخونا أحمد بايزيد من وادي حضرموت، يتساءل فيه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار. قبل ما يقارب أسبوعين قمت بنقل النحل أو نقل الخلايا من وادي حضرموت إلى الساحل، لكن للأسف اتضح لي وجود خلايا أو منحل على بعد نصف كيلو أو 500 متر، وهذا المنحل صاحبه لا يقوم بتقديم تغذية، مما أدى إلى هجوم ذلك المنحل على منحلي. فبمجرد أن أقوم بالفتح على الخلايا يحصل الهجوم وتحصل السرقة، فما هي الحلول لديكم؟ طبعا قمت بإعداد بعض النقاط التي تسبب السرقة، وما هي الحلول التي نطرحها لتفادي ذلك. أولا نقول بعد توفيق الله تعالى أن الجوع هو السبب الرئيسي في حدوث السرقة، سواء في بين طوائف المنحل داخل المنحل أو بين المناحل المتجاورة، وهذا يجب أن يتداركه أخونا النحال ويكون فطن لذلك من خلال الكشف على خلاياه والتأكد من وجود مخزون داخل الخلايا، حتى لا يحدث سرقة داخل المنحل أو من المناحل الأخرى. بالنسبة للنقطة الثانية وهي الريحة، أحيانا بعض الإخوة النحالين يضع الليمون أو القرفة أو الزنجبيل أو المواد الطيارة أو العطرية مع التغذية، فهذا يجلب النحل السارق سواء داخل المنحل أو خارج المنحل. وكذلك النقطة الثالثة وهي الكشف على الخلايا. الكشف على الخلايا في هذه الفترة، فترة الشتاء، لها تأثير سلبي، فيجب على أخونا النحال أن يلتزم بمعايير الكشف على الخلايا والتركيز على مواعيد محددة، مثلا قبل المغرب في لحظات، أو قبل العصر في وقت الظهيرة والشمس الحارقة رغم وجود البرد، إذا كان بحاجة إلى الكشف، ويكون منتبه إذا حصل ولاحظ وجود النحل أو هجوم من النحل، خلاص يترك الخلايا وشأنها. وبالنسبة للنقطة الرابعة وهي من أسباب السرقة، هي ضعف المخزون الاستراتيجي. ضعف المخزون الاستراتيجي داخل الخلية، يجب على الأخ النحال أن يكون ملم بهذا الموضوع والتركيز أن داخل كل خلية تغذية لا تقل عن 2 إطار من العسل وحبوب اللقاح، حتى يجتاز هذا النحل الفترة الصعيبة. وكان هناك محاضرة للأستاذ الفاضل الأستاذ عايش الأهدل عن موضوع المحرق، هذا في اليمن، أو نجم المحرق، فترة يحدث نوع من الانهيار بين المناحل وتكثر فيها السرقة. كذلك من أسباب السرقة بين المناحل أو بين طوائف النحل هي التغذية الخارجية. التغذية الخارجية من مساوئها أنها تجلب المناحل المجاورة إليك، وهنا عند إنهاء الكمية من المحلول السكري الذي تضعه أنت قريب من منحلك، يرجع النحل يبحث عن تغذية فلا يجد، فيحوم ويدور حتى يقوم بالدخول إلى الخلايا التي هي في المنحل. وكذلك من تعتبر النقطة السادسة
هي إحساس النحل بشح المرعى. سبحان الله، النحل عندما ينطلق يمينا ويسار فيجد أن المراعي نضبت أو لا توجد مراعي، لديه إحساس أن هناك في الخارج لا توجد ما يقوم بسد حاجة النحل وتخزينه، وعبور الشتاء يعني في فترة زمنية بدون حدوث موت أو هلاك للنحل. وكذلك من ضمن النقاط المهمة وهي النقطة السابعة، الشقوق وتهتك الخلايا أو الأقباح. عندما يكون هناك شقوق وفتحات يستطيع النحل عبور هذه الشقوق والفتحات أو وصول هذه الروائح الموجودة داخل الخلايا إلى الخارج، هنا يبدأ النحل بالبحث عن مدخل يستطيع من خلاله عبور هذه الخلية وسرقة المخزون الموجود داخل الخلية. ومن ضمن النقاط كذلك وهي النقطة الثامنة، رمي مخلفات الفرز جوار المنحل. كثير من الإخوة النحالون هداهم الله بعد فرز العسل يقوم برمي ما تبقى من الشمع بعيدا أو قريبا من المنحل، حتى إذا انتقل من منطقة إلى منطقة أخرى قام عند الفتح ورأى بعض الزوائد الشمعية أو الإطارات التي لا يحتاجها النحل قام برميها جانبا جوار المنحل، وهذا من أسباب السرقة والتي يجلب النحل إلى الخلايا أو المنحل. والنقطة التاسعة، عدم التزام النحالين بالتغذية وسد حاجة المناحل بشكل كامل التي نعتبرها نحن في ذكرتها في محاضرة سابقة حول تغذية النحل كيف ومتى، وذكرنا عن التغذية التخزينية هي التي تلي أو التغذية التعويضية هي التي تلي الموسم أو معنا التغذية التخزينية هي تكون قبل الشتاء للمناطق أو للمناحل الثابتة. هنا يكون النحال منتبه لهذه النقطة. وكذلك لدينا ذكرنا التزام النحالين بالتغذية بشكل جماعي حتى لا تغير هذه الخلية على أختها أو هذا المنحل على الآخر، وهذه نرجو من الإخوة النحالون الالتزام. أنا من ضمن الذي يشتكون من ذلك، بعض الإخوة النحالون مهمل يقول خلاص يذهب نحلي إلى المنحل المجاور ويتغذى. السبب أننا في اليمن خاصة نغذي في شكل جماعي لوجود المناحل بشكل كبير، البعض يهمل نحله ويتركها على غيره وهذا ستكون عاقبته وخيمة. النقطة الأخيرة التي هي الرقم 10، الخلايا الضعيفة يجب على الأخ النحال أن يتخلص منها. الخلايا الضعيفة هي من تجلب هذه المشاكل. هجوم النحل على الخلية لا تستطيع الدفاع عن نفسها. على العموم هذه ما استطعت جمعها، وهناك بعض النقاط المهمة وهي كحلول. طبعا نحن نركز على النقاط العشر التي ذكرتها آنفا ونجعلها من ضمن الحلول العكس، التغذية الخارجية نوقف التغذية الخارجية، المهم عكسها تماما هي الحل. ومن ضمن الحلول التغذية الداخلية بكميات بسيطة ويسيرة نضعها في المساء، يأتي الصباح وقد قام النحل بسحب هذه التغذية. والنقطة الثانية، وضع العجائن السكرية داخل الخلايا حتى نتخلص من هجوم النحل المهاجم أو النحل
السارق، وكذلك ثلاثة دمج الخلايا الضعيفة، دمج الخلايا الضعيفة من إطارين من ثلاثة، يجمع الكل في خلية تكون قوية أفضل، تعبر الشتاء بدون ما تنهار، يأتي الربيع نقسمها إلى شطرين ونستفيد منها مرة أخرى. كذلك النقطة الرابعة من ضمن الحلول تضييق فتحات السروح، تضييق فتحات السروح، وهذه نقطة مهمة كذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، ودمتم في رعاية الله.